لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج اللامولاتي. غادي نمشيو مباشرة نواصلوا الأسبوع المخصص للشيوات والحلويات من عند المستمعة الوفية جدا فدوى عفان. ألو 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 صباح الخير فدوى. صباح النور، كيف صحتو؟ الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيكم. مرحبا بك. بارك الله فيك. نبداو على بركة الله. غادي نعطيكم اليوم اختاريت وصفات مخصوصة للأطفال. ايوا اليوم الأربعاء غنبدا نعطيكم واحد الوصفة الأولى ديال البروكيز، هو مزيج ما بين البراوني والكوكيز. واخا كيجي لذيذ ومختلف شوية ونجربوا الوليدات. عندنا بالنسبة للمقادير ديال البراوني 75 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال السكر، 75 غرام ديال الزبدة، 125 غرام ديال الشوكولاط من النوع الجيد اللي غادي نقطعوه واحد شوية نهروشو، جوج بيضات، و 50 غرام ديال المكسرات قرقاع ولا اللوز وعلى حسب الذوق اللي بغاو نديرو. وعندنا بالنسبة للمقادير ديال الكوكيز 165 غرام ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية ديال الحلوى، عفوا 135 غرام ديال السكر إلا كان الأشقر من الأحسن، إلا ما كانش العادي ماشي مشكل، و 120 غرام ديال الزبدة رخوة بحرارة المطبخ وبيضة، و 110 غرام ديال الشوكولاتة وحبيبات. هادو بالنسبة للمقادير ديال البراوني ديال الكوكيز. في المرحلة الأولى غادي نفرش واحد الورق ديال الطهي فوق اللاطة اللي غنستعملو، المول يكون شوية صغير لأن المقادير قليلة بالنسبة للبراوني. غادي نبداو نحضرو البراوني هو الأول. غادي ندوبو هاديك الشوكولات اللي عندنا مع الزبدة في الدماغي، غنضربو السكر والبيض مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو، من بعد كنضيفو عليه الدقيق اللي غادي نغربلوه ونحركوه مزيان بواحد المعلقة ديال العود، وغنضيفو عليه داك الشوكولات والزبدة اللي دوبنا من قبل، وفي الأخير كنضيفو ديك المكسرات اللي اختارينا، وغادي نفرغوهم في المول اللي وجدنا هو الأول. مفهوم هنا ياك؟ مفهوم. ومن بعد كندوزو نحضرو الكوكيز. غادي نخلطو هاديك الزبدة السكر حتى تولي عندنا على شكل بوماد، كنضيفو لها هاديك البيضة، من بعد الدقيق والخميرة والشوكولاط الحبيبات، وغادي نرملوه بين ايدينا بحال اللي كنديرو الكرامبل، غادي نرملوه كامل، وغادي نكبوه فوق هداك البراوني، نحاولو نصفوه فوق البراوني كامل على الوجه ديالو، ونعير نديرو هكا بحال اللي كنبسطوه بواحد الموس ولا بمعلقة ولا بالظهر ديالها، بلا ما نبقاو نحركو باش ما يتخلطوش لينا بجوج. ومن بعد غندخلوه يطيب في الفران عادي مسخن على درجه 180 20 ولا 25 دقيقه حتى كيطيب وكيتحمر لينا، ونخليوه حتى كيبرد تماما ونقطعوه مربعات. هذا بالنسبه للبروكيز. وعندي واحد ديكوف فريتي. ايه تفضلي. ياك بالنسبه للمقادير مفهومين اللي عطيتك؟ لا مفهومين، الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك.